بكم البنات، مرحبا بكم في قناة شيوات أمينة. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. هنا أنا وجدت معكم هذا الكيك البسيط بطريقة مبسطة جدا للمبتدئات اللي كيبغيو يديروا كيك أول مرة. وهنا له البنات ما غاديش يحشمكم، ضروري غير صدق معكم إذا تبعتوا الفيديو حتى الأخير. كنتمنى لكم فرجة ممتعة وبقوا مع الفيديو. كما كتشوفوا البنات الكيك ديالنا كنحتاجوا ليه 3 البيضات حرارة المطبخ ويكون الحجم ديالهم كبير. عندي هنا كاس ونص ديال السكر ديال العنبه، او تقدروا ديروا غير كاس واحد اللي ما كيبغيش حلاوه. هنا كاس ديال الزيت، وهنايا كاس ونص ديال الماء. ديما بكاس العنبه، هذا لا قياس كاس العنبه، ها هما كاس ونص ديال الماء. وهنايا عندي 3 المعالق ديال الحليب بودره، وبلاصه هاد الماء نورمالمون تقدروا تستعملوا الحليب، لكن انا ما عنديش الحليب، درت الماء مع حليب بودره. وهنا عندي 3 ديال الساشيات ديال الخميره وواحد فاني. وهنا عندي واحد قدر ديال الدقيق، غنهزو منه 3 الكيسان ديال الدقيق او 3 الكيسان وشويه ولا قل، هذا حسب الخليط. وهنايا عندي الكاكاو، انا غير دايره هنا هذا الكاكاو المر، غير دايره في هذه العلبه هذه، ها غنهزو منه 2 معالق تقريبا. هادو هما المكونات ديالنا كما كتشوفوا لا بسيطين. الحاجة العاديه اللي كدير بها الكيك كما قلت لكم كيك عادي. بسم الله، هنا نديرو البيض الاول. انا كنستعمل ديما الخلاط الكهربائي، تقدروا تستعملوا غير الطراب اليدوي او الطراب الكهربائي حتى هو، ولكن هذا الخلاط كيساعد، كيكون احسن، كيخلط مزيان بيساعد. غنزيد واحد قبيصه ديال الملح، نسيت ما ذكرت عليكم في المقادير. ها هي هنا غادي نزيد داك السكر كما قلت لكم، انا هنا دايره كاس ونص. غنزيد داك الزيت، غنزيد ديك الساشيه ديال الفانيلا، وغادي نزيد هذاك نيدو. المكونات كلهم كنديرهم، وغنزيد نزيد هذاك الكاس ونص ديال الماء، هذا غير الماء من الروبيني من الصنبور عادي، ما عادي هكا. انا دابا غنحط هاد المكونات، غنديرهم غيطحنوا كاملين، غيتخلطوا مزيان ونتلاقاو من بعد. انا دابا غنستعمل هاد الطراب اليدوي. انا كما قلت لكم قبيله محتاجه 3 الكيسان ديال الدقيق اقل او اكثر على حسب الخليط. هنا انا غادي نزيد الكاس الاول ديال الدقيق من بعد ما عمرته، ها هو نحسب معكم، و بغربال صغير ولا شي حاجه غربال الدقيق الا ما كنتوش مغربلينه من قبل، حيت كيكونوا فيه كوارك بحال هذوك ما شدوا. هنا غادي نزيد الخميره حتى هي ثلاثة ديال الساشيات ديال الخميرة. ديما الخميرة كنضيفوها ملي كنكونو كنديرو الدقيق. مبغيتش تخرج ليا. هنا غنزيد الكأس الثاني ديال الدقيق، تقريبا لا كيهز 4 المعالق كبار عامرين مزيان. دابا غنخلطو، غنشوف شحال ديال الدقيق باقي غيخصني. شويه ديال العجين ندير غير هكا، شويه ديال الخليط عفوا، شويه ديال الخليط تقريبا تولت او اكثر او اقل، المهم واحد شي شويش هكا. هو هنا هذا غادي نزيد فيه، حيت خاصو باقي شويه ديال الدقيق، غادي نزيد تقريبا
تقريبا شي معلقه او جوج معالق ديال الدقيق. هو هكا تكون معلقه عامره مزيان. ها هي معلقه معلق ديال الدقيق وغنخلط هو الاول عاد غادي نخلط هذاك اللي غندير فيه الكاكاو. ديما كما قلت لكم خلط ديما في نفس الاتجاه باش ما تكونوش عندك الكويرات في الخليط ديالك. هذا اللي كنتي كتخلطي بالطجاب اليدوي. شتو الخليط ها هو نساجو دابا مزيان. دابا هذا غندير فيه غندير فيه جوج معالق ولا معلقه ونص على حسب. حتى نشوف اللون ديالو كيفاش كاين في المعلقه الاولى ولكن افضل الدم جوج معالق هما ديال الكاكاو او جوج ديال الساشيات وحده واضحه الثانيه ما عمرهاش مزيان ماشي بحال هكا. انا غنخلط دابا بالمهل حتى يتخلط. شوفوا كديروا غير بشويه ولا كتكونوا دايرين شي اناء كبير. انا هذا الاناء اللي درت صغير داكشي علاش كنت كنخلطه بشويه باش ما يتهرقش ليا يخرج ليا من الجناب. ها هو تخلط مزيان وها هو القوام ديالو ما تقيل مع حتى حاجه كما كتشوفوا. دهنتو بالزبده ورشيت عليه شويه ديال الدقيق. هنا دابا غنصب الخليط الاول اللي هو هاد الخليط الابيض نحاولو ننزلو كامل انا غادي نزل هذا الخليط حتى هو نحاول ندور يديه هكا باش يجي كامل متساوي. غادي ندخلو فران اللي ديجا دايره كيسخن على بالي ساعه درتو ملي الله قبل ما نبدا خدمت الفران باش يسخن حيت مهم جدا هذه القضيه تكون يكون الفران سخون. هنايا انا نهبط الحراره شويه ل 180 درجه وغنخليه تقريبا بين 35 درجه حتى 35 دقيقه الى 40 دقيقه في الطبقه الوسطانيه ويكون شاعل غير لتحت. هو البنات من بعد ما خرج الكيكه ديالي من الفران انا زينتها بهذه الطريقه البسيطه جدا. درت فيها غير شويه ديال المربى
دهنتها بشويه المربى ودرت على شويه الفيرماسيل الملونه. التزيين كيبقى حسب الذوق، او تقدر تحطوها هكا كما تزينوهاش كما كتشوفوا. كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى تخليوا لي لايك وديروا لي ابوني وشي تعليق زوين بحالكم، وشكرا لكم على المشاهده، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.